طاير نصا بالمونتاج، طاير نصا بالمونتاج، قصقصنا وشلنا منها كل الاحراج، عزفنا حرف العطف وعزفنا حرف الجر، من اجل ان يصدر عليها حكم بالافراج. شوفوا هالقصه طاير نصا بالمونتاج، قصقصناها وشلنا منها كل الاحراج. يعني انت برايك هذا العطل منين؟ هي تبع طرمبة المية او حاجة تبع المية، انما مو تبع البنزين نهائي يعني، عشان تبقى عارف هي مش تبع البنزين نهائي. انا هي محرق البنزين، انا خايف يكون المي ريحته غريبة يعني، مش مية كمان شممني غير البنزين. لا حط من ايدك على طول من هون على عبي بخمسين، عبي كمان عبي انت بتعب عبي. ها يمكن بس ما ضل مي عنده، ما ضل مي، روح جيب عبي. هو مو المكنسيان، ما بده مكنسيان، ها بده كهربجي. الكهرباء دخل الكهرباء، انا دخل الكهرباء فيها. شو ده ضخ البنزين؟ الكهرباء فيها كهرباء دخل جوه. لك شلون بتضخ بنزين؟ البنزين له دعوه بالكهرباء استاذي. ها البنزين له دعوه بالكهرباء؟ لا مو البنزين بس، لو طب انت الكهرباء طب البنزين تبعها، لانه هي صايره على الهيدروليك. بس كي وقت بتضخ بنزين من الفرن بده ينزل، انه هي سيارة على البنزين، ليكون البنزين اللي عندكم فيه اسيد عم يهري الدب وعم ينبخش، عم ينبخش. لانه شو اسيد؟ عم البنزين بيجي بشك علينا، لا مية ولا اسيد. هلا معقول هيك؟ صب ب 50، اسكب له ب 50 ليرة. شباب ليش اول شيء كده 15 مشان لحق ما يتغير 25؟ ها يلا عم لا قديش اللي عم تحط؟ ايوه نزلوا شايف؟ يكون الموضوع بالبنزين. طيب عبينا من الثانيه، اعطيه اعطيه الثانيه هذيك. لا انا ما بعبي منها، ما بعبي منها. ليش بدك تعبينا من هذيك؟ لك انا ما بعبي منها. بالاساس عندي احساس انه في شيء مو معقول، خربطني وخربط هالراس، هلا لي فكري مشغول، اعصابي فلتت مني ولساني تبرى مني، لما قال لي في كاميرا خفية عم تصورني، فرحت كتير 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 وقلت له من دون تفكير سامحني غصب عني، اعصابي فلتت مني غصب عني، فلتت مني غصب عني، فلتت مني.